قضايا عديدة تناولها أطفال برلمان ديرزور خلال جلستهم الأولى هذا العام، تتعلق بالواقع المعيشي والخدمي في المحافظة وأهمية تأمين احتياجاتهم الأساسية. نحن من خلال برلمانات الأطفال نهيئ أبنائنا على أن يتمسكوا بحقوقهم، أن يعبروا عن آرائهم، أن يطالبوا بما يحتاجون بمنتهى الموضوعية بمنتهى الجدية. الآن لدينا خطوات في هذا الشأن، من ضمنها إنشاء موقع خاص ببرلمان الأطفال على مستوى سوريا، يعني يثبت أعضاء البرلمان أسئلتهم وطروحاتهم وما هي الردود الرسمية وأين وصلت هذه الردود. الأمر بمنتهى الجدية بمنتهى الواقعية، هكذا تعلمنا وسنعلم أبنائنا أن يكونوا مواطنين صالحين متمسكين بحقوقهم وقائمين على واجباتهم وصقل شخصياتهم والانطلاق جميعا في إعادة إعمار وطننا. عقدت جلسة لبرلمان الأطفال، تم الاستماع من الرفاق الطليعيين، كثير من المداخلات وتم الرد عليها من قبل القادة. كانت الجلسة مفيدة وسمعنا للأطفال والمشرفين عن الأسئلة ورداتها. طرحت اليوم سؤال لرئيس مجلس المدينة من أجل الحفر وإنارة الشوارع، وقد رد علي بأنه سيجد حلها. طرحت اليوم سؤالا عن ظاهرة التسول التي انتشرت في مدينتنا بشكل غير طبيعي. قام بالرد علي مدير الشؤون الاجتماعية أنه يتم معالجة هذه الظاهرة. برلمان الأطفال تجربة ناجحة تتيح للأطفال فرصة طرح مشكلاتهم وتنمية روح المسؤولية لديهم. إبراهيم الظلي، الإخبارية السورية، ديرزور.